انا تقول يا ربي شاد الفضل، مبقاش الالم ابتداء من جوج سيمانات الاولين، ومن بعد 3 سيم بداو تيبولو، كاين 22 عام ما بال بداو تيبولو من بعد 2 3 سيمان. والغريب في الامر داك الانتفاخات العيات ما بقاتش، وكلهم عطيتهم المعدنوس خرجوا من الفقر الدم بواحد النسبه خارقه. وهذه الوصفه ديال الماء والبصله، كاين الناس ياخذوا غير الماء والبصله بوحدها. منا بنيتها 18 عام، بنت الجنوب، بنيتها عندها الباك مسكينه، تدوز 4 سوايع في الدياليز 3 مرات في السيمانه، تجيب كتيباتها باش تقرا، بدات الماء والبصله، التونسيون كانت عندها طالعه بدات تقادات. والغريب في الامر بدات تبول. فالطباخ خصهم يشجعوا الناس الماء والبصله اقل شيء بدايه، وشاد المعدنوس 50 غرام حتى 100 غرام في النهار. كلهم اللي خداو المعدنوس من جهه، او البصله من جهه ثانيه، والعسل من جهه ثالثه، البوتاسيوم 4.2 4.5 ديما في لا نورمال. اذا عندك الناس اللي عندهم الشك والوهم والوسواس، عندك المعدنوس يطلع البوتاسيوم، حنا نجحنا والناس نجحوا والتحاليل مخيره تاع البوتاسيوم. وجربوها لراسكم وغادي تشوفوا كيف المعدنوس يعاود يبني قنوات دمويه جديده وتبني كلوه جديده. منهم سيد بني ملال، رجل فاضل عنده الخمسينات تبارك الله عليه، وكان عنده السكر، ودار شي 9 العمليات بالليزر على عينه كانت مضببه. 1 2 قالوا طبعا عندك فشل كلوي، غادي تعيش غادي تمشي ترتاح 6 شهور عاد تجي عندي. قال له ما يمكنش، انا عندي السكر نضرب الانسولين، عيني مضببه، وشنو زعما نخلي المرض يزيد ولا كيفاش؟ ما عطاش راس الخيط. السيد جا عندي 6 شهور تبع، مشى دار كونترول عند الطبيب، الطبيب ما فهم والو، دار له كونترول ايكوغرافي، قال له بديتي تبني كلاوي جداد، كي درتي؟ عجيب، قدر على عيادة بناء الكلى ممكن، عندنا أكثر من 2000 حالة فشل كلوي اللي نجحت. نخبعوا العلم، نتحاسبوا عليه، نرحموا بعضياتنا، ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا هو الخير. بغينا الناس يكونوا في القوة وفي الحيوية إن شاء الله في الصحة ديالهم بدون العناء. وتنعرف المعاناة تاع العائلات اللي كاين عنده 3 حصص ديال الدياليز 750 درهم للوحدة، هي 2000 درهم في السيمانة. تزيد على 12000 درهم ديال الشوكه ديال فقر الدم، كاين ما عندوش لا ميتوال، وزيد عليها المعاناه السرواجي، واش من ماكله كياكلوا ما عارفين مين ياكلوا. تيقول لهم طيبوا الخضره في الماء وبدلوا ذاك الماء وديروا فيه الخضره مره اخرى 3 4 المرات، اش بقى فيه؟ تبن. هذا غادي يبني. هذا الجهل في التغذيه، حرام نعيشوا الناس في الياس وفي البؤس وفي قلة الفهم في التغذية. أول درس في كندا وأول درس في ليزيتازوني تتعلموه سنة كاملة دون أي حاجة أخرى في كلية الطب، أول سنة في كلية الطب هو التغذية باش يخرجوا من هذه المأساة. هما تطوروا حيت يحبوا وليداتهم، حنا وليداتنا عزاز أو لا؟ أنتم اللي غادي تجاوبوا. فاللي تصنت لهذه المعلومات ينشرها في سبيل الله، وتشوفوا كيف ربي غادي يعز هذه البلاد عزيزة، غادي تعز إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.